برنامج منزل مبارك دليل لكل شخص حاب يخوض تجربة البنيان. اخذوا الكلمة من أهل الاختصاص والخبرة قبل تنفيذ أي خطوة. بحلقتنا اليوم راح نتكلم عن كيفية بناء حوائط المنزل. متى يدخل البناء؟ إذا كانت طريقة بناء البيت على الطريقة السورية، البناء يمشي مع المقاول دور دور، زين؟ المقاول يعني شغال بالأعمدة، يخلص من الأعمدة البناء يبني الحوائط معه، زين؟ أسقف، بعدين الدور اللي وراه أعمدة، بعدين البناء يبني الحوائط ملوتها، بعدين المقاول يكمل الجسور والأسقف ويكمل لغاية ما يوصل لنهاية البيت بالسطح. طيب، لكن إذا كانت طريقة البناء على الطريقة المصرية، لا، المقاول يخلص هيكل المبنى بالكامل، بعدها يدخل مقاول بناء الحوائط، يبلش في بناء الحوائط الداخلية والخارجية. بخصوص أعمال المباني، إذا أنت قاعد تشتغل بالطريقة السورية، المقاول البنا راح يبدي يشتغل أثناء الهيكل الأسود، فبعد ما نخلص من الأعمدة يدش البنا يسوي الحوائط، بعدين ننزل عليهم الأسقف. أما بالطريقة المصرية، فبعد ما نخلص الهيكل الأسود بالكامل يدش البنا على أساس يبدي يقفل الحوائط الخارجية. لماذا بعض المقاولين يستخدمون الطابوق الأسود وفوقها يضعون الطابوق الأبيض؟ بعض المقاولين خاصة أول صفة للحوائط الخارجية يستخدمون الطابوق الأسود، طبعا لثلاث أمور رئيسية. أول أمر أن الطابوق الأسود يعتبر أرخص من الطابوق الأبيض، فنشوف بعض المقاولين يحط له صفة أو صفتين توفيرا للمالك. رقم اثنين، بعد مرحلة الهيكل الأسود راح ندش احنا بالتشطيب، فأغلب الطابوق الأسود هذه الصفة الأولى كلها رايحة مع أعمال السيراميك أو مع أعمال التشطيب، فكذي نقول لك إنه ما له داعي إن تحط الطابوق الأبيض. الشيء الثاني، خاصة مع أعمال التشطيب راح يصير فيه رطوبة، راح يصير فيه خلطة سمنتية والأمور هذه، فالأسود الطابوق الأسود يعتبر مقاوم أكثر من الطابوق الأبيض. نشوف بعض المقاولين يحط أول صفة أو أول صفتين من طابوق الأسود، وبعدها يكمل الطابوق الأبيض، هذا حق الحوائط الخارجية. ليش؟ لأن أول طابوقة بتروح راح تضيع مع أعمال تشطيب البيت، زين؟ ومن المعروف أن الطابوق الأسود رخيص، زين؟ يعني راح يموت، راح يندفن، يضيع، زين؟ بينما الطابوق الأبيض هو الغالي، فيعني أول صفة أو أول صفتين يخلونها من الطابوق الأسود. شلون تتماسك الحوائط عند الزوايا؟ أفضل طريقة لبناء الحوائط عند الزوايا هي التشريك، زين؟ عند التقاء الحائط مع حائط ثاني، أفضل طريقة لهم هي التشريك، التداخل ما بين الحائط الأول والحائط الثاني، زين؟ كل طابوقتين الثالثة يصير بينهم تداخل، هذه أفضل طريقة لتماسك الحوائط عند الزوايا. الشرمات عبارة عن قطع معدنية صغيرة، شنو وظيفتها؟ أول شيء خلينا نعرف إحنا الشرمات. الشرمات هي قطع معدنية لتثبيت الحوائط المبنى مع الأعمدة الخرسانية، زين؟ هي طبعا عبارة عن قطع معدنية تثبت على الطابوق وعلى العمود، البعض يثبتها على العمود بالمسدس والبعض بالمسمار والمطرقة، زين؟
كل طابوق أو ترك يحط له شرمن. وجود هذه الشرمات تحافظ على الحائط من أنه يتحرك عند العمود، يصير ثابت زين إلى غاية ما يوصل إلى السقف. الشرمات هي قطعة معدنية يستخدمها مقاول البنا لتثبيت الحوائط إذا تلاقت مع العمود. فالغالب أن البنا يحط على كل صفة وترك يحط هذه القطعة المعدنية وراح يربطها ما بين الطابوق مع العمود. ما هو الدستور وما هي وظيفته؟ أما الدستور فهو عبارة عن أول صفة طابوق يسويها المقاول للمالك عساس يأخذ الاعتماد من مالك البيت. يبدي المقاول يوري المالك اللي هي الممرات، أحجام الغرف، مساحة البيبان. مستقبلا لو أن بنى المقاول على طول ممكن المالك يبي يغير بالمساحات، ممكن يبي يوسع بالممرات، فإحنا ندش في مرحلة التكسير. فكذي إحنا نقول لك يا المالك طالع أول شيء على أرض الواقع عن طريق الدستور، بعدها تعتمد ويبدي المقاول بالتنفيذ. الدستور هي صفة الطابوق الأولى بالمكان بالموقع. المقاول يصف الطابوق الصفة الأولى حق الدور زين حسب المخطط، بعدين يقول حق المالك تعال شوف الدور، فيمسك المخطط المالك ويمشي مع المقاول ويطابق الممرات والغرف وكل شيء. هني المقاول ما يكمل الحوائط للأعلى، لا يخلي بس الصفة الأولى، يمشي مع المالك. إذا المالك أعطى الموافقة المقاول قال له خلاص كل شيء تمام، المقاول يطلع ببناء الحوائط زين. بعض الأحيان المالك يعني وده يعدل قليل زين، فمثلا بعض الممرات هذه دائما تصير في الأماكن الضيقة، سواء ممر ضيق أو حمام صغير، يقول حق المقاول شوية كبر لي 10 أو 15 سنتي بالكثير بس يوسع مثلا الممر. هني أسهل على المقاول أنه يتم التعديل على طابوق الدستور زين، يعدل ويرتب الأمور، خلص يقول حق المقاول أوكي خلاص، المقاول يكمل في بناء الحوائط. شلون نحافظ ونوفر من الطابوق المستخدم في البناء من قبل المقاول؟ في شغلة ودي أنبه عليها أثناء دخول المقاول بناء الحوائط داخل المبنى عندك. النقطة الأولى التعلق مع التكييف زين. أول ما يبدأ المقاول في بناء الحوائط اتصل على فني التكييف، قل له وين أماكن فتحات الراجع، راح يدخل عندك فني التكييف يحط العلامات على الحوائط على الأماكن هذه ويكتب مقاسها زين. يحط مثلا سهم طول وعرض الفتحة اللي فوق مالت الراجع زين، ويقول لك هنا أنا عندي فتحة راجع هني هني زين. المقاول أثناء البناء يعمل الفتحات لفني التكييف بأعلى الحوائط، هذه أفضل من إنه بعدين عقب ما يخلص المقاول بعض الشركات يدخل يبدي يكسر بالحوائط اللي عمل فتحات تكييف الراجع زين. هني الحائط يتزعزع، خط طبعا خساره عندك انت بالطابوق، هو عمل فتحات اكثر من لازم، لكن لما انت تعملها مع المقاول انت وفرت وايد على نفسك وعلى الشركه. كذلك مع الكهربائي اللي هي اماكن صناديق الكهرباء زين. صناديق الكهرباء عرضها تقريبا تكلم عن 60 سنتي زين. في الغالب احنا نشوف في المباني عقب ما يخلص المقاول يدخل الكهربائي يبدا بتكسير اماكن حق صناديق الكهرباء زين، وهذه ايضا خساره على المالك. والافضل هي ان تقول حق المالك، تقول حق المقاول اعمل لي تجويف بالحائط مثلا 60 سنتي من فوق لتحت،
بسماكة 10 سنتي زين، هذه حق صناديق الكهرباء. الكهربائي راح يركب صندوق الكهرباء وهو مرتاح ويمدد بايباته من دون تكسير. بهذه الطريقة أنت وفرت على الكهربائي وعلى المقاول. ما هي مراحل بناء الحائط؟ مراحل بناء الحائط تبدي أول شيء في نظافة الأرضيات. يدش المقاول ويكنس الأرضيات من الرمل على أساس يقوي ترابط الطابوق مع الأرضية. لو كان في رمل راح يكون فاصل ما بين الطابوق والأرضية، فراح تشوف أن تماسك الطابوق نفسها ما راح تصير قوية. كل ما يختص في بناء بيت العمر. صمم ونفذ بيتك بطريقتك، لأن هذا لك مو لغيرك. البنيان راح يصير حلو وممتع وتجربة حلوة لك إذا رتبت أمورك المالية ورتبت أمورك الإدارية. اسأل أهل الخبرة والاختصاص قبل لا تخطو أي خطوة. مراحل التنفيذ مرتبطة ببعض، علشان شي نقول لك تأكد من سلامة تنفيذ كل مرحلة. نبيك تكمل قدام، ما نبيك ترجع لورا. وعسى منزل مبارك. كل سبت موعدكم مع منزل مبارك. في فقرة دير بالك نحاول نقدم لكم نصايح ونوعيكم بأمور كثيرة عشان تتداركونها. ومن أهم الأخطاء أن كثير من الناس تترك المبنى معطل هيكل أسود لمدة طويلة من غير عمل تكسية لحوائط المبنى الخارجية. دير بالك من هذه الملاحظة، البعض يخلي المبنى يريح الهيكل الأسود مدة زين، يعني هو يظن ان المبنى راح يقوى، وهذه الفكره يعني غير صحيحه. ليش؟ لان المبنى يحتاج انه يتغطى زين. بعض المباني احنا نشوفها زين، نشوف المبنى واقف له صار له فتره، بعضهم اشهر، بعضها بعض البيوت صار له اكثر من سنه. تشوف الطابوق تغير لونه، الأبيض صار لونه لون ثاني، الطابوق الأسود بدأ يتفكك من مكانه زين، حتى البايبات تغير لونها، انشفت وبدت تبطط وصار فيها تعرجات. فأنا ما أنصح أن المبنى يظل فترة طويلة واقف، لا، المبنى مثل الإنسان يحتاج تكسية، يحتاج أنك تغطيه، حمايات تعمل له عن الجو الحار اللي عندنا بالصيف والبارد وايد بالشتاء. عندنا الشمس قوية، عندنا غبار، مطر، هذا المبنى يحتاج أنك تعمل له تغطية وحمايات. وايد من المتابعين عندهم أسئلة متعلقة بموضوع حلقتنا اليوم، ومن أهمها من هو المسؤول عن مشكلة فتحات الأبواب الغير منتظمة؟ في بعض الأخطاء إذا سواها مقاول بنا راح تأثر على المالك أثناء التشطيب، وممكن يدفع تكاليف إضافية. على سبيل المثال عدم توحيد مقاسات الأبواب، راح تلقى مثلا العتب يكون مايل أو نازل، فتشوف أن النجار راح يتعب أثناء التنفيذ، راح يحط لك حشوات، هذا كله يعتبر تنفيذ غير سليم. الأمر الثاني مثلا مقاسات الدرايش، إذا كان فيها ميول، إذا كانت فيها اختلافات، راح تعب المقاول الألمنيوم، صعب راح يعطيك نتيجة سليمة.